بغداد البتراء في ريف القلمون الشرقي. نعم، صباح الخير. فعلا في منطقة القلمون الشرقي هناك معارك تدور منذ حوالي 10 أيام على التوالي. لم يكن هناك تسريب أي من هذه المعلومات عن المعارك الدائرة هناك. تحاول هذه المعارك تخفيف الضغط عن بعض معارك الغوطة الشرقية والقلمون الغربي. هناك تم إيقاف هذا الطريق الاستراتيجي بين بغداد ودمشق، لكن بشكل مؤقت، والآن هو يعني بأي وقت ربما ينسحب منه الثوار، لأن هناك أيضا ضغوط كبيرة جدا على الجيش الحر في تلك المنطقة، وهناك ميليشيات عراقية ولبنانية تشارك في المعارك في القلمون الشرقي بالقرب من طريق بغداد التنف دمشق. هذا طريق استراتيجي جدا، وتحاول قوات النظام الآن السيطرة عليه. وردتنا معلومات منذ قليل بأن هناك معارك تدور في تلك المنطقة. أيضا إذا ما انتقلنا لمعارك الغوطة الشرقية، قبل أن ننتقل براء، تحدثت بأن هذا الطريق هو طريق استراتيجي بالنسبة للثوار، حدثنا أكثر عن أهميته. نعم، الحقيقة هو طريق إمداد يعتبر لقوات النظام، حيث جميع المؤازرات وجميع الميليشيات الشيعية الطائفية التي تأتي من العراق لسوريا لتشارك بقتل الشعب السوري يأتون من هذا الطريق الذي هو يعتبر تحت سيطرة النظام من منطقة التنف تحديدا بالبادية السورية، ويصل لقلمون الشرقي، والذي يمر أيضا على تحويلة مدينة أضمير في ريف دمشق، ومن ثم يأتي على إسراد دمشق حمص الدولي ليصل للعاصمة دمشق. هذا الطريق يحاول النظام تأمينه، لأنه يعتبر خط إمداد من الميليشيات العراقية في العراق. لذلك يحاول الآن قوات النظام إرجاع هذا الطريق بشتى الوسائل. يكون هناك منذ قليل كانت هناك معارك، وكان هناك تحليق كثيف للطيران الحربي، وأيضا كانت هناك مؤازرات شيعية عراقية تأتي لمحاولة استعادة هذا الطريق. نعم، إذا ما تحدثنا عن التطورات في ريف دمشق، ما الجديد وخاصة في المعارك التي تدور في الملاحة؟ نعم، الحقيقة ومنذ ساعات الصباح الأولى ما زالت المعارك مشتعلة في عدة محاور. كان هناك قصف عنيف منذ ساعات الصباح الأولى، وحتى اللحظات هناك ذوي انفجارات وسماع ذوي راجمات الصواريخ وقذائف الهاون التي تنطلق من سفاح جبال قاسيون على أطراف بلدة المليحة وعلى بلدة المليحة. حتى اللحظات لا يوجد هناك تحليق للطيران الحربي، لكن هناك معارك تدور في الجبهة الغربية لبلدة المليحة، وبالقرب من مجمع تنك ومعمل الأدوية المعروف، وأيضا بالقرب من مزارع منطقة جرمانة. حتى هذه اللحظات لم تستطع قوات النظام التقدم على أي من هذه المحاور، على العكس تماما. كان هناك نسف مبنى كبير في منطقة المليحة، وهو قسم كبير من معمل الأدوية تنيكو، وكان هناك في 24 ساعة الماضية تدمير لعدة آليات وناقلة جند، وتم ضرب أحد الأرتال الآتية من دمشق لمؤازرة قوات النظام في بلدة المليحة. شكرا لك براء عبد الرحمن، الناشط الإعلامي، حدثتنا من بيفي دمشق.